الاعتذار جاء في الوقت ديالو نظرا للقيمه الكبيره ديال اللاعب عبد الرزاق حمد الله، لان المنتخب الوطني كيفتقر يعني المهاجم من طينه عبد الرزاق حمد الله، راه مهاجم كبير واي موسم الا وكيبصم على واحد البصمه كبيره مع اي فريق تيكون فيه، ودائما لا في الدوري النرويجي ولا القطري ولا حتى في المغربي والسعودي دائما كيديوا لقب الهداف. وصراحه هذا الاعتذار جاء في الوقت تاعو، اعتذار مقبول نظرا اللي كافتقروا لواحد المهاجم من طينه عبد الرزاق. كيما تقول العجل الوطن غفور رحيم، واخا كان غادي المعسكر ربما كانت شي حاجه بلاعبي ما بغاش يفصح عليها ولا شي حاجه. شوف المهم دابا حنايا هذيك هي مصلحه تاع الفريق الوطني، راه مصلحه الفريق الوطني راه فوق من الجميع. وملي اعتذر اعتذار مقبول، كنتمنى السي والد الكراكي يديه معاه التشكيله النهائيه اللي غتكون ان شاء الله في قطر 2022. واخا الاعتذار جا معطل شي، وقع المشكل في 2019، حنا دابا في 2020 ما كاين مشكل مسامح كارب، وكانت بلاصتو في المنتخب راه تم المنادات عليه. راه والد الكراكي بروفيسيونيل، حنا كنثيقوا فيه وكنحتارموه، الا كانت بلاصتو راه غادي يعيط عليه، ما كانتش بلاصتو والله غالب. حنا ما غاديش نعرفوا بحال والد الكراكي. الكراكي راه لاعب بروفيسيونيل ومدرب تاع القاب، راه هو الكلمه الاولى والاخرى للكراكي. الحمد لله كيبقى لاعب مغربي كأي جميع اللاعبين المغاربه، وكنتمناو من المغاربه يتفاهموا الاعتذار ديالو. ان شاء الله راه جاي هو جاي المنتخب ماشي باش يحطم، راه باش يقدم الجديد. وراه ابار الاعتذار ديالو اللي كان كنلاحظوا راه باللي جميع المغاربه يطالبوا الركراكي وطالبوا خليل وزيتش وطالبوا رونار براسو باش يحضر لنا حمد الله. حنا كنتمناو من حمد الله ان شاء الله يقدم لنا الجديد، وحنا راه مرحبا بك، راه بلادك هذه خويا حمد الله. كاينه بلاصتو اخويا حيت ما عندناش اتاكو كاع في المنتخب، ما كاينش اتاكو. غير قول لي شي واحد نصير، نصير اخويا ماشي اتاكو. نصير انا كيجيني لاعب ولكن ماشي هداف بمعنى الكلمه. الحمد لله تبارك الله كيشد كيعرف الشبكه اخويا، هذاك هو اللي كيتسمى اتاكو. رونالدو تبارك الله كبير دابا وكيشد كيعرف الشبكه اتاكو، هادو هما خويا اللي كنعرفو حنا. الحمد لله لعب مزيان ديال المنتخب، ما كرهناش يرجع للمنتخب، ولا مشى راه مشى الظروف الشخصيه ديالو. من الواليد الركراكي يعيط ليه في اقرب وقت. قدم اعتذار ارضاء للشعب المغربي، راه ماشي قدم اعتذار لشي حاجه اخرى، قدم اعتذار للشعب المغربي بانه غادر التيران. وكانت صراحه هذاك الشيء اللي دار ما كانش خاصو يديرو، وقدم اعتذار عادي ما فيها حتى شي مشكل، ولكن ما خفي كان اعظم. بغينا نعرفوه علاش غادر التيران، هو اعتذر انه غادر التيران، ولكن حنا بغينا نعرفوا السبب الحقيقي علاش غادر التيران. قصه ديال الفجر ما عندنا ما نديروا بها، ونشوفوا الحقيقه ديال بصح.